برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى تبدأ فعاليات مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير والذي ينظمه تجمع الوحدة الوطنية ويستمر على مدار يومين وذلك بمشاركة نخبة من السياسيين والمفكرين والشخصيات العامة ومراكز الدراسات البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي الزميلة إيمان شرف والتفاصيل نظره فاحصه لا تقف عند معطيات الحاضر فهي من تدارست الطرق نحو مستقبل متلالئ يفيض بالاستقرار على مختلف الصعد كمنهجيه يسير عليها مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير للتعبير عن الصوت الشعبي لاهل الخليج في مطالبتهم لقيادات الدول الخليجيه بالاسراع في تنفيذ مشروع الاتحاد الخليجي هذا المؤتمر ينعقد من أجل تحريك الشعب الخليجي في دول مجلس التعاون ليطالب قادتنا بالمضيف في الاتحاد إلى الأمام لأن الأحداث الآن المحيطة بنا الأقليمية والدولية كلها تنذر بالخطر وكلها موجهة سهامها ضد دول مجلس التعاون الخليجي وتحاول أن تنفرد بكل واحدة على حدة اليوم ما أصبح لنا من سلاح بعد الله عز وجل إلا أن نتوحد القرار قرار سياسي لكن أيضا إحنا كشعب خليجي في دول مجلس التعاون كلنا نأمل الاتحاد اليوم قبل بكرة تحت عنوان التجارب الاتحاديه تدور جلسه اليوم الاول من مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير حول ضرورات قيام الاتحاد الخليجي والتحديات التي تواجهه وتسليط الضوء على تجربه الامارات العربيه المتحده والاتحاد الماليزي ثم محاور اخرى حول شكل الاتحاد الخليجي سياسيا واقتصاديا وامنيا وهويه احنا في الخليج كلنا اهل والعائلات متقاربه الاعمال نفس الشيء طبيعه البلد تاريخنا نفسه واليوم مخاطر نشوفها من كل صوب ونتمنى احنا اهل الخليج ان نتحد وتصير لنا دوله متحده نحس بالحمايه لكل الأطراف فيها هذا التجمع اللي نراه اليوم عكس بسيط جدا لنبض الشارع وكلمة آه هادفة آه تنبض من قلوب أبناء هذه الشعوب إلى قادتهم آه يوصلونهم المحبة والولاء للمؤتمر أهداف تأتي في أولوياتها الدفع نحو الوحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجالاتها المتعددة، استنهاض القيادات الفكرية والمجتمعية للتأكيد على أهمية الاتحاد الخليجي من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.